هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. مبروك مبروك يا جماعة الخير، مبروك يا شعب، مبروك للحتة كلها. أخيرا أخيرا حلم طال انتظاره، أمنية قومية وتحققت. هاتوا شربات يا جماعة، هاتوا شربات. إنجاز لن يتكرر إلا كل سنتين وثمانية أشهر. بحا غير صورته بالفيسبوك، يا سلام يا سلام، الحمد لله على السلامة يا معلم. يا صبرت ونلت، دحين ارتاح يا عم، دحين ارتاح يا عم بحاح، انت بدأت مجهود مهول. خذ لك كذا اسبوعين اجازة، روح اي اوتيل، ولا اقول لك انا داريبك استأجر شقة مفروش، تلاقيك زهقت من فنادق ومحتاج للشعور المنزلي. في انجاز ثاني طبعا، في انجاز ثاني كمان، في واحد وزير من حكومة بحاح بدأ ما شاء الله ما شاء الله يتفاصح ويصرح للصحف، واول ما فتح لقفه قال الحوثي لا يمكن تجاهله. يا سلام يا سلام، يجعل لك العقم والشلال الرؤاشي. سنة لليوم وما هوش عارف انك مع الشرعية، عايش في الباي باي. هذا وزير تاني حتى رقوة ما عاد تشوفه مسكينة، وكل ما يطلع عنده يمني في النشرة يفكرها بالغايب. وايش ما كان اسمه تمكنوه يا عبو المجيد يا عبو المجيد. اما المرحوم وزير الصحة ده نشتي نعمل له تخطيط قلب، نتأكد هو على قيد الحياة أصلاً ولا كيف. أكثر من 25,000 قريح حرب يموتوا قهر وألم، والراجل ضارب بنج ومديها طرشي. حكومة العقب مرة تصرح إنها مسيطرة على 80% من الأرض. طيب ارقعوا، ولا معاكم 80 الحويصة الضيقة ذي؟ طيب قولوا لنا كم المقاس اللي يكفيكم بدل 80؟ بلاش ترقعوا، نفسي أسأل سؤال واحد، 80% دي من ضمن تعز ولا ايش وضع تعز؟ ايش وضع تعز دي تبع ساحل العاق مثلا؟ محاصرة وتقاتل وحدة باللحم الحي، كسرت الحصار، وعشرة ايام الخط فاضي من 80% طبعا، من بير باشا ولا وصل منه الا ريح. كانت الحمير تصال من عدن في اسبوع بكرتون العلاج بدون مدرعات الامارات، يعني حمار ولا حكومة على شارعين ولا شرعية. 10 أيام وكل اللي تغير صورة بالفيسبوك، يا سلام يا سلام. بلاش ذخيرة وسلاح، قد نحن اليمنيين الظاهر ما لناش بالمعابر الحكومية إلا بظهورنا من سابق ولاحق. طيب حبتين بسكوت ولا وصلت، إبرة المريض شافوها ما شافوا ميش، كيس بور وما عليكم بنطحنه نحن سهل. نتنياهو كان عمل المستحيل ونسق مع الحوثيين وطلعوا 19 يهودي، واربع مليون بتعز مش مالين عين حكومة الشرعية ولا جيش الشرعية ولا إعلام الشرعية. وعاد المقدشي يقول لك تعز دي قطع منفصل. طيب انفصلت تعز دي متى؟ والدعم في طريقه ها؟ راح عن طريق الرقاص صالح شكله. والحاجة الكبير أقرأ اتصال أن يحس فيه على البزرميط الدافي، ومن كثر الحثوث خلص الرصيد. يا أخي وش ولا نخص. ماذا عن الدعم؟ الدعم الذي يقدم إلى تعز، أين هو الدعم الحقيقي الذي يجب أن يجري إلى تعز؟ والله الدعم إن شاء الله في طريقه بإذن الله ميسر. والله الدعم إن شاء الله في طريقه بإذن الله ميسر. يوم لحد في طريق شفت جبل واحد، يوم لحد في طريقي. ومن أحلى المفاجآت إنه مطار عدن اشتغل كذا فجأة، شورت كهربائي شغل طائرة وفصله، افتتح عيدروس بنفسه وشال المفتاح على أبو ظبي. طيب والناس يشتوا يسافروا ويرجعوا، والجرحى بالآلاف محتاجين سفن للعلاج، وحتى اللي راحوا ما حد عبرهم هناك، يشتوا يرجعوا بأوقاعهم بين أهلهم بكرامة. يعني لا مطار ولا ميناء، دي مش عدن، دي غدادها مار. ربنا يخلف علينا يا عم خليفة. طيب زعلانين من تعز عشان فيها المخلافي،
ولواء كامل يتحرك من باقل الى الضباب، ولا حد قال له من كم سعر الصرف حتى. وعاد انا ما انضبطش الامور فيها ليش؟ حلوه ذي مخلافي وخليفه واختلاف واشتغل السجن. الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود. اللعنة عليك كذابين، قلتوا لي الموت إسرائيل ها؟ وذولا كيف سرقوا؟ ومعاهم مخطوطات؟ شلوا لهم المخطوطات وخلوا لكم اليهودة. فضيحة التعاون مع الكيان الصهيوني مش جديدة على الإماميين، هذه من أيام ترحيل أغلب يهود اليمن لإنشاء الكيان الصهيوني بفلسطين. المهم فضيحة جديدة بقلاقل، لكن المماسح جاهزة دوما. والبداية من سبع البرابر المجاهد النافر محمد المقالح، أعزكم الله، ومحاولة لاستحمار الناس. معلومات أخبارية عن تورط العدو السعودي في جريمة تهريب 19 يهوديا يمنيا إلى دولة الكيان الصهيوني عن طريق منفذ الوديعة الذي يشرف عليها الأمن السعودي ومرتزقة هادي. وفي الأخير اتضح أن اليهود سافروا عبر مطار صنعاء المسيطر عليه الحوثيين، وتم اعتقال طاقم الموظفين المناوبين بالمطار، مع أن كل السيطرة للحوثيين بس حركات على المساكين. اليهود وصلوا شبابهم طوالي انضبوا الجيش الدفاع الاسرائيلي زي ما سربت الصور. طبعا راحوا مدربين جاهزين حسب صورة سابقة للحاخام اليهودي وهو يحمل السلاح وشعار النهضة الحوثية، يعني يهودي حوثي مدري حوثي يهودي حاجة زي كذا. المهم الوسيط امريكي والشيك من المكالة اليهودية للحوثيين، وربنا يهني يا سعيد بسعيدة. راحوا اليهود وبقيت اليهودة، واختلف بقاء السيع وبقاء الزعيط على الميراث طوالي. وهات يا مضاربة على السبت، أول سبت بعد مغادرة اليهود اختلفوا عليه وحوثي ولا مؤتمري، قال لا بيظهروا السبت. وحمى السوق سبتنا قال سبتنا سبتنا قال سبتنا، وشقيف وندف وتصريحات ومنشورات، والصوف يقول لا ذونا لصوص الحوثة، ومهازرة على السبت. يقوم ياسر اليماني القيادي المؤتمري اللي بيرعى فلوس المخلوع في سويسرا يندع هذا المنشور. فعالية 26 مارس تواجه تحدي كبير ليس من أعداء اليمن واليمنيين وأعداء الإنسانية، بل تواجه تحدي من الداخل وخاصة من ميليشيات الحوثيين الذين كانوا يظنون أنهم أوشكوا على اجتثاث المؤتمر. ويقوم فارس أبو بارع وهو أحد أعظم قيادات الحوثيين يهدد باعتقال المخلوع. أي والله كذا وزنزانة وكلام. توجيه مني لأقرب قسم شرطة لبيت علي عفاش، سيروا اعتقلوا ودخلوا هالسجن بين مساجين المرتزقة حق السعودي، وكونوا اشتروا لكاتبوا 150 ريال. هو قد وعدني أنه ما عاد يلقي خطاب وتراجع، وأنا تراجعت عن اعتقاله إلا إذا عاد عدنا ونزلناه زنزانة متر في متر وهو حر. قام أحد أهم قيادات كوادر زعماء المؤتمر الحاليين واسمه الضفدع كامل يشقف العماد صاحب العمارة والعكس، وكبرت الحكاية وصادر الحوثيين صور ابن المخلوع من المطابع، ومنعوا بس كلمة للمخلوع ولا بعد رقابة واطلاع مكتب الحوثي وقصقصوها ونتفوها وقلصوها. وفي الأخير وصلوا الحل يخصموا السبت نصين، يثبت المؤتمر الصباح ويحضروا معاه الحوثيين على أنهم كلهم مؤتمر من غير عظام، ويثبت الحوثيين العصر ويحضروا معاهم المؤتمرين على أنهم حوثة كذا فرس خام. وزيادة في الطمانينة تبادل فرديتين تعبيرا على حسن النية، وأنه ما حد يبرم مهرجان الثاني. خذ الفردة أبو عفاش الصمار يخطب الخطاب الرئيسي، وهات الفردة الزوكة بس من غير خطاب، ومن سبتتك قال أخوك، وقدة الكلاب واحدة.
وبعد الفاصل بنشوف ايش بقى الحوثيين من خطاب المخلوع. اصمتوا معنا هنا هنا، لا في الروضة ولا في السبعين. حيا بكم ومرحب. قبل عام كان المخلوع قال لا ايش يحدد منفذ خروج للرئيس هادي عبر طريق واحد وحيد، ودارت الايام على رأي أم كلثوم، وإنه أبو عفشفش من بدروم للثاني مش لاقى طريق من أصله. ما علينا، خلونا نركز على الموضوع. إنه يطلع يقول الصعب يحتفل بعيد ميلاده عادي، صعب صعبي صعب وكل صعبي حرب سبلته. وهذا أول صعبي معه ثلاثة أعياد ميلاد في السنة، ولدته مو بالتقسيط شكله. يقولوا عليه مانديلا حتة واحدة كبيرة، بس مش فاضي له في هذه الحلقة، أنا وكلت عليه زكريا بابعير ما بيقصرش. إنما يحتفل إنه لو سنة يندعس، هذه الجديدة. عموما خلونا نشوف إيش بقى الحوثي للمخلوع في الخطاب. إلهام، أنا اسمي علي عبد الله صالح عفاش عفاش عفاش. ارحم ارحم يا شيخ، إيش المفاجأة المدوية هذه؟ يا كده ريحت الجماهير العريضة، كنا فاكرينك قرقسوه مثلا. الحمد لله يا جماعة، رجعت الذاكرة، رجعت شوية شوية. من أسرة حميرية 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 سبائية 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 همنا أنا. معلش في لخبطة صغيرة صغيرة هنا. رجعت الذاكرة وين؟ 3000 سنة، ايش قصة الجماعة ذولا؟ واحد رجعنا ليثرب و 1400 سنة، ويقول انه النبي قده، وهذا يقول لك شمري هرعش خالته. ايش المتحف اللي عايشين فيه ذولا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب لحظة لحظة، الله يخرب البدروم اللي طلعت منه، ما عاد فيش بيت. المرة الجاية اقول يا صعبي سبائية حميرية، هذه الحضارة قد قبل هذه. منك لله يا مريم، كل يوم دفستي أم متحف مخه. طيب غيره يا أبو عفشفش. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدثوا أخبارها. رجع لأيام التحفيظ، أرجع أحفظ وركز على التجويد يا مولاهم. الزلزلة كلها 8 آيات يا فاشل، ما تحفظهمش مرة واحدة ليش؟ إذا ما عاد حفظت اليوم متى بتحفظ؟ وين إيمانك؟ نحن نؤمن في حقيقة الأمر، أنا شخصيا بإسلام بلا مذاهب. إسلام بلا مذاهب. أها دخل على الفقه. إسلام بلا مذاهب، خف علينا يا مصطفى الشكعة، خف علينا يا علي شريعتي. أنا أؤمن، هات ورينا الإسلام حقك اللي مدري كيف هو. خذوا لكم مننا 1,000,000 شهيد، خذوا لكم مننا 1,000,000 شهيد. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الإسلام بلا مذاهب، هذا إسلام بلا إسلام. اللهم قوي إيمانك يا شيخ. 1,000,000 شهيد، بطل لك الإسلام أبو 1,000,000 شهيد هذا، وأنت في ذمتي. أبرم 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 الزنانير لعند نتنياهو، وربي أفضل لك. كذا تقسم وتوزع يا للناس، 1,000,000 قتيل يا ظالم. قال لك مانديلا، هذا هتلر هذا. ويا ترى العيال من بين 1,000,000 ولا بتخليهم مرحرحين في قصور أبو ظبي وبيروت وأثيوبيا؟ ومن بين 1,000,000 أحمد وخالد وصلاح ومديان وصخر ويحيى وطارق وتيسير وعمار، ولا بس بني مطار وبني بهلول وأرحاب وآنس بعد بني حشيش؟ ليش كذا عيال الناس رخاص عندك؟ شعب اليمني 27 مليون سيظل موجود. شعب اليمني 27 مليون سيظل موجود. عينك الله أكبر عليك، عينك يا صباحة. قل ما شاء الله، ربي يزيلك ربي يزيلك، ما قبتهمش من كيسك ولا شقيت عليهم، عادك إلا نهبت هبتهم كلهم مليارات. وكده تكافئ شعب أكرمك يا لئيم، 1,000,000 كده تشيت شقف أبوتهم وتفاوض فوق دماءهم. هيا خرجوا له، خرجوا خرجوا له للـ70 مليون 2 يروحوا منكم ولا همه.
اخرجوا لنا السبعين وكل واحد هو حظه. ايش العبط والهبل ذا؟ مليت المقابر، قتلت خلق الله من حلفائك واتباعك واتباعك اللي ما نشوفش لهم لا جنائز ولا حتى تعلن عن ابوتهم. عاد الحوثيين يظهروا الربع واثنين في اليد. اما انت، اما انت اصحابك بلا قيمه ولا سعر ولا ثمن عندك، لا احياء ولا اموات. ايش السبب لذا كله؟ الذي يصدر كل يوم قرارات لا لك شرعيه، انتهت شرعيتك واستمديتها من منفبيك بعد الشرعيه الانتقاليه اللي مدت سنتين، لا وجود لك لاي شرعيه. يعني انت اللي شرعيتك كذا تتكارع يا انقلابي يا قليل الحياه، وعادوا يبهرر ويشوح بيداته فوق خلق الله. انت اصلا مش بس انقلابي بلا ريحه شرع او شرعيه، انت مجرد زومبي ميت بلا احساس زي البشر. قال مليون قال، ومن الصعوبي اللي عاد بيتبعك تزايد بدماء الناس عشان تفاوض. فين الحمير اللي بيصدقوك يجي يسمعوا مفردات الخطاب؟ وطيت الزبالة تدور مخرج شخصي، ما عادهمش عطوان، قلهم أشقة. الأشقة في دول التحالف، كثير من الأشقة والأصدقاء، ومنهم أشقائنا في المملكة. فأقول للأشقة في المملكة العربية السعودية لا تراهنوا على جواد خاسر. هذا يعني ماذا؟ يعني تعالوا حوشوا معي في السبعين يا بلا قيمة وبلا سعر عشان أهنقم بكم ويقبلوا يفاوضوني، وإذا ما مشاش الحال أوديكم تقاتلوا وتروحوا معي في 60 داهية، وعاد بنحكم 26 مليون بعدها ونشارك في السلطة. إيش يا كنترول؟ 27 مليون. لا 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 قد 26، هم ضحين مليون ومصير ينقصهم. أدعوكم إلى التوجه يوم السبت إلى ميدان السبعين لتعبروا عن ما في صدوركم ضد هذا العدوان الغاشم البربري. لا تخافوا، لا تخافوا أبدا، أنتم كثير، يروح اللي يروح منكم، أبدكم لا رجعتوا. أنتم عليكم الصمت، أنتم عليكم الموت، أنتم عليكم تيتموا عيالكم وتترمل نسوانكم. هذا هو الصمت اللي نحتفل به، واحنا علينا نفاوض ونتخارج. فاجنح لها وعيالنا بالخارج واموالنا الحرام بالخارج، وانتم لكم في الاخير. شكرا على الصمود، شكرا على الثبات، شكرا لكم اينما كنتم. صمود مجاني، صمود سهل يعتمد على القدره على التخريب، يتخفى بين المدنيين ويعرضهم للموت ويقول صامد، يستخدم منشآت مدنية لأغراض عسكرية ويسبب دمارها ويقول صامد، يضرب بلا رحمة أحياء سكنية وقرى في تعز وفي البيضاء وغيرها ويقول لا صامد. صمود رخيص لأنه أغلى ما عنده بعيد مش بينكم، صمود بلحوم الأبرياء. وقال لك مانديلا يا زكريا، علي يا كرم خلنا بقول لك كم شغلة في فقرة تردد حضرمي من برنامج شش ولا نخس. انهزموا الحوثيين في تعز وانهزموا قبلها قد في عدن وفي أكثر من منطقة. المشكلة القوم ديلي كل ما انهزموا في مكان يرجعون له مرة ثانية. يا جماعة أنتم التوبون، يعني ضروري بغيتهم يدقونكم مرة ثانية؟ شكلهم الجماعة يحبون الهدى مرتين، يعني قد انهزمتوا وإيش باقي لكم؟ يعني كل شوي ترجعون المنافذ في كل محافظة مقفلينها، لمعونات تدخل ولا أدوية ناس تموت، يعني إيش باقي لكم؟ باختصار المحافظات اللي أنتم مركزين عليها يعني لا فيها لا بترول ولا غاز ولا موقع استراتيجي، استحوا حتى قليل يا من. عاد الجماعة يقولون لك إنه المخلوع زي مانديلا، وين مانديلا احتبس 25 سنة عشان شعبه، وانت حبست الشعب أكثر من 30 سنة، وفوق ده كله مانديلا ناضل عشان شعبه، وانت جالس تتآمر على هذا الشعب، وفوق ده كله حط في بالك شغلة، انت ما بتجي حتى المنديل حق مانديلا، جاي تقول لي مانديلا يا شيخ مشي لك. بعيد عن الحوثيين والمخلوع،
خلونا احنا بنكلمكم على اللي عندنا هنا. المحافظ اللي عينوه قريب، المشكلة طلع كمان اللي قبله جالس برا على البلاد، اللي قبله كان جالس برا على البلاد والانتقادات عليه كب، لكنه كان على الأقل انه يجيب معونات من هنا ومن هنا بطريقته الخاصة، لكن ده ما هو داري من احنا. قبل ايام المحافظ حقنا وصل لما الحدود ونزلوا صوره في الفيسبوك، تتوقع المحافظ بيدخل حضرموت ولا بيرجع لوراء؟ صوت الآن المواطنين كلهم يقولون انه بيرجع لحضرموت، بس خيب أملهم ورجع لوراء. وقبل التصوير اليوم طلع خبر جديد انه المحافظ حقنا بيوصل لما شبوة، يعني ضروري عن بعد قصت عن بعد. يا أخي حتى شبوة تعتبر بعيدة، دخل داخل المحافظة، إيش خلاك تقبل مدامك ما بتقدر تسوي شيء؟ ليه تحبون التعراض؟ لا تزعلك الصراحة، ما يجيب الصدق إلا آدمي مجروح. يلا شلها مني، شش ولا نخس.